يسر قسم الأبحاث من إكويتي أن يقدم لكم هذا التقرير عن الربع الأول من العام 2019، والذي يتحدث فيه عن أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد في عام 2018، كذلك حصاد الأسواق العالمية وتوجهات أسعار المنتجات خلال عام 2019 على المدى الطويل، إضافة إلى القضايا المحورية كالحرب التجارية والبريكزيت. ما هي السيناريوهات المتوقعة وما الأحداث التي تمت حتى تحصل على نظرة أكثر شمولية؟ للتعرف على كل ذلك وأكثر، قم بالتسجيل على الرابط أسفل هذا الفيديو للحصول على نسخة التقرير.